يعني كفكرة جديدة وانطرحت على الشارع العراقي يحتاج لها نجهد حتى الناس يعني تستوعبها بالبداية تتقبلها همينة. فالحمد لله يعني موسم عن موسم يختلف، موسم عن موسم يزداد الإقبال أكثر من ناحية السوشيال ميديا همينة. طيب هاي بالموسم الأول لقيت صعوبة، هذا الموسم السادس شنو كان رد؟ الصراحة يعني التغيير كلش جذري من ناحية السوشيال ميديا، أكو في التفاعل وإقبال كلش هواية من ناحية الناس مختلف الفئات العمرية خاصة الشباب، يعني أكثر شيء شباب والشابات يعني بشكل عام، إنه شفنا فد إقبال قوي من ناحية السوشيال ميديا، تفاعل قوي همينة، مشاركات همينة، فأكو تغيير كلش هواية يعني. حلو زين، شلون عملية الترويج تصير من خلال يعني صفحتكم؟ يكون أكو الاعتماد على تفاعل الجمهور معاكم، أخذ أفكار من الجمهور، لو أنتوا تطرحون أفكاركم فقط؟ طبعاً من ناحيتنا إحنا أول شيء نحاول نفهم شنو اللي طلب الجمهور، شنو الشيء اللي نريده نوفره لهم، هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية إحنا إذا أريدنا نطلع بأفكار جديدة عندنا تيم خاص اللي هو تيم الميديا، نجتمع كلنا وكل واحد يطرح الأفكار مالته، نسوي نفس البرين ستورمينج يعني عصف ذهني ونأخذ الفكرة المناسبة ونطرحها، وإذا تقبلها الجمهور نمشي عليها أيضاً من ناحية الأفكار. زين الأهل شنو كانوا مشجعين لك من ناحية الأهل؟ إيه يعني طبعاً مشجعين لهذه الفكرة وحابينها بنفس الوقت. مناش موافقين إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. 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 شكرا.